الرئيس السيسي يجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية. إسماعيل يؤكد عزم الحكومة على التصدي للفساد مهما كان موقعه وينفي خفض الدعم. في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، وزراء الخارجية العرب يدينون التوغل العسكري التركي في العراق. نشرة أخبار الثامنة المفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لليمن وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك أمن مضيق باب المندب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن ونتائج المباحثات الأخيرة في جنيف، حيث أكد السيسي على أهمية الالتزام بمبادئ الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن ذات الصفة المشتركة، وشدد على دعم مصر للجهود الرامية لتجاوز اليمن أزمته الحالية والتوصل إلى التوافق المنشود بين الأطراف السياسية لوقف الصراع الحالي. مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي اليمني محمد السدح. سيد محمد، برأيك أهمية اللقاء الذي جمع اليوم الرئيس السيسي مع عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. بكل تأكيد أخي العزيز، هذه الزيارة لوزير الخارجية اليمني ولقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا يأتي في إطار يعني رسالة واضحة أن العلاقات اليمنية المصرية هي علاقات تاريخية، وأنها دولتين يعني يربطهما التاريخ ويربطهما المصير الواحد ويربطهما الأمن والاستقرار. جاءت هذه الزيارة في ظرف حساس، اليمن تشهد يعني هذه الصراعات التي استعلتها ميليشيات الحوثي عن طريق يعني ودعمها للمشروع الإيراني في اليمن. بكل تأكيد هذه الزيارة جاءت في وقت حسس أيضا لا ننسى دور مصر الكبير في التحالف العربي ومساندتها ودعمها من أجل حفظ أمن واستقرار الجمهورية اليمنية. أيضا تم مناقشة العديد من القضايا ومنها إعادة البروتوكولات الدبلوماسية بين اليمن ومصر بعد أن تم إيقافها، وهذا أمر مهم جدا لأن كما تعلم الشعب اليمني اعتاد أن تكون مصر الدولة الأخرى وبلده الآخر. نتمنى أن يكون هناك توصل لحل بعد أن تم فرض التأشيرات لدخول اليمنيين. أما القضايا الرئيسية وهي قضايا الأمن القومي العربي، دور مصر دور أساسي. اليوم هناك كان في محافظة عدن يعني احتفالية مصغرة تقديرا أو يعني احتفال تقديرا للجيش المصري والرئيس السيسي، وتم رفع صوره في بعض الأماكن. نحن أمام واقع صعب تشهده الجمهورية اليمنية، وأيضا مصر دائما هي تقف مع اليمن في عام 62. طيب يعني عند هذه النقطة تحديدا، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر وقد يعني اشتعلت الأزمة اليمنية وصلت فيما يبدو إلى خطوط لعدم التماس؟ كيف يمكن لمصر أن تساعد في حلحلة هذه الأزمة؟ مصر تساعد وهي الآن شريك أساسي، وهي الآن تدافع عن البحر المشترك بيننا وبين مصر، لأن مصالحنا مشتركة. في حال أن يتأثر باب المندب فهذا سيضر بمصالح مصر. مصر تقدم، لا أحد يقول أنها لا تقدم، ولكن إذا كان هناك مجال آخر أن تقدمه وهو في إلغاء التأشيرات لدخول اليمنيين، وهذا شأن يخص مصر لا يخص أحد. ولكن أن نؤكد ونثني ونشكر الدور المصري وجمهورية مصر العربية، لم نعتاد إلا أن تكون هي الدرع الأساسي لكل القضايا العربية ليس في اليمن فقط. الجيش المصري معروف بتاريخه والشعب المصري كذلك، هي بلد تعتبر يعني في السياسة العربية هي المحرك أساسي ولها الدور الأبرز في معظم القضايا. بينما ما تقدمه مصر هي تقدم الكثير، ليس هناك غير النقطة التي ذكرتها لك. نعم، الصحفي محمد السدح كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيري الخارجية سامح شكري وري حسام مغازي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث وفقا لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس 2015. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على التصدي للفساد مهما كان موقعه ومهما كانت درجة أو مكانة هذا الفساد. كما أشاد إسماعيل بدور الأجهزة الرقابية في العمل على درء الفساد قبل وقوعه، وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء أنه لا تخفيض للدعم في الموازنة وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار. شهد وزير النقل سعد الجيوشي ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر توقيع اتفاق الشريحة الثانية الخاصة بتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وفرنسا. وقال وزير النقل إن هذه المرحلة يبلغ طولها حوالي 17.7 كيلومتر وعدد محطاتها 15 محطة، موضحا أنه سيتم تنفيذ هذه المرحلة على 3 مراحل فرعية. يذكر أنه تم بالفعل توقيع عقود مقاولي تنفيذ هذه المرحلة لأعمال الإشارات والاتصالات والأعمال الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية. في العريش استشهد ضابط شرطة وأصيب ضابط آخر ومجند من إدارة قوات أمن شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه أثناء مرور قول أمني بطريق العريش الإسماعيلية انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة فردين آخرين. هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. أدان مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية تدخل قوة عسكرية تركية إلى عمق الأراضي العراقية تحديدا في محافظة الموصل. وقال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على العالم العربي بأسره. واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وقضائيا وفكريا لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات، واعتبار وأقتبس أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعا، انتهى الاقتباس. وأن تلتزم الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما استنادا على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وجميع الاتفاقيات التي تنطبق الدول العربية معنا. من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن تركيا قامت بإعادة انتشار لقواتها في شمال العراق ولم تنسحب من المنطقة. وأوضح الجعفري أن بلاده تحترم دول الجوار ولكنها تستطيع الدفاع عن سيادة العراق. ما بذلناه من جهود وسنبذل من جهود دبلوماسية ليس من ضعفنا وإنما من قوتنا، لأننا حريصون أشد الحرص على حفظ العلاقة الدبلوماسية مع كل دول العالم
وما نؤشره بيننا كلنا عليه وما نحن عليه الآن امتداد العلاقات مع كل الدول، وكانت تركيا في المقدمة لأنها دولة جوار جغرافي وراعينا استحقاقات التاريخ والجغرافيا والموارد الحيوية. أرجو أن يفهم هؤلاء الأخوة نحن لازلنا حريصين على إبقاء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد شيروان الشمراني المحلل السياسي. أهلا بحضرتك سيد شيروان. أهلا وسهلا. كيف ترى أهم ما خرج من اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم فيما يخص التدخلات التركية الأخيرة في الأراضي العراقية؟ نعم بسم الله. مبدئيا مسألة الحفاظ على سيادة أي دولة بما فيها سيادة العراق وهي كدولة أخرى، هذه هي قضية سيادية تتعلق بالجانب القانوني والتعامل الدولي. طبعا مسألة لا بد من المحافظة عليها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى إن هذا القرار يجب أن لا يقتصر على الوجود التركي في العراق، وإنما وجود القوات الأخرى التي تتواجد في الوقت الحالي في العراق. نعم. طيب سيد شيروان، برأيك ما هي أهم الآليات التي من الممكن أن تطبق لإدخال ما خرج به هذا الاجتماع حيز التنفيذ أن تفعل على أرض الواقع؟ أكيد الآليات الدبلوماسية، لأن العراق الآن ليس في وضع يمكنه أن يدخل في صراع آخر، فهو بلد مشدد وسياسته منتهكة منذ عام 2003 لحد الآن من قبل دول الجوار، ليس هنالك من دولة محددة، وبالتالي الآلية الدبلوماسية هي المسلك الوحيد الذي يجب أن يؤخذ. وأنا أعتقد بأن عدد من الدول العربية لها القدرة في ذلك لما لها من علاقات مع تركيا ومع العراق أيضا في هذا الإطار. نعم. ويمكن اللجوء إلى الأكراد، لأن الأكراد في العراق هم على علاقة أكثر من جيدة مع الجانب التركي ولهم دور في ذلك. طيب سيد شيروان، في هذا الإطار وفي إطار ما ذكرته، كانت هناك الكثير من التساؤلات التي أثيرت في المؤتمر الصحفي الخاص بوزير الخارجية العراقي، والتي طرحت حول إمكانية الضغط على تركيا حتى تستجيب لمثل ما المتطلبات التي وردت في هذا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. على سبيل المثال، مما أثير أنه من الممكن للدول العربية أن تضغط على تركيا اقتصاديا، كيف ترى هذا الأمر؟ الدول العربية، أنا أعتقد بأن الجعفري هو يقصد العراق، لما بين العراق وتركيا من أعتقد ما يقرب من 5 مليارات دولار للتبادل التجاري بين البلدين. أما الدول العربية، أنا لا أظن بأن هنالك دولة تدخل في نزاع اقتصادي مع تركيا، خاصة في إذا كان القصد دول الخليج، حيث خاصة في وقت نحن نرى هبوطا شديدا لأسعار البترول الآن في الدول، وبالتالي لا أعتقد بأن يكون هنالك دولة. أظن فقط أن مجلس الأمن في حال عجز الدول العربية إقناع تركيا لسحب هذه القوات، التي بالمناسبة هذه القوات جزء منها موجود منذ أكثر من 10 أشهر لتدريب القوات العراقية السنية تحديدا، لأن أريد أن أقول نقطة، وجود هذه القوات لتدريب المقاتلين السنة العرب لتحرير موصل المقاتلين في الشمرقة، لأن الحكومة العراقية إلى الآن وفقا لهذه الدول بأن العراق يتلكأ، لكن أنا أعتقد الوسيلة الوحيدة الآن بيد العراق هي مسألة الدبلوماسية وعبر مجلس الأمن وتحديدا روسيا، لأن في الوقت الحالي أنتم تعلمون بأن العراق داخل في حلف مع روسيا. نعم، جزيل الشكر سيد شيروان الشمراني المحلل السياسي متحدثا إلينا من العاصمة العراقية بغداد. كان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد موقف مصر المطالب بسحب القوات التركية من العراق دون قيد أو شرط. كما طالب شكري أيضا أنقرة بالتنسيق مع الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب. تعيد تأكيد موقفها الثابت الذي بنت عليه سياستها الخارجية طيلة العقود الماضية بشأن إدانة كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، وهو مع الأسف تدخل متعدد المصادر والأوجه في العراق الشقيق. إن مصر تشدد على ضرورة قيام تركيا على وجه السرعة بسحب جميع قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية دون قيد أو شرط أو مماطلة، وإن تؤكد مساندتها التامة لمساعي الحكومة العراقية لحشد التأييد العربي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية الشقيقة.
للشأن الليبي، حيث دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني. دعا المجلس في بيانه الختامي الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط في ركاب الوفاق الوطني الليبي. كما أكد أيضا المجلس التزام كافة الدول الأعضاء بتقديم يد العون والمساعدة للحكومة الليبية الجديدة في التصدي للأخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناء على طلبها. عقد وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير بالقاهرة لقاء مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وأجرى شكري جلسة مباحثات مفصلة مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري. وتناول اللقاءان المنفصلان مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا الآنية، وعلى رأسها الوضع في سوريا والعراق وليبيا. واصلت القوات العراقية التقدم لتحرير مدينة رماد التي يتحصن بها بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر عسكري إن القوات العراقية وصلت عند محيط منطقة الحوز من الجهة الجنوبية لمدينة رماد، وباتت على بعد حوالي 500 متر عن المجمع الحكومي حيث تواصل الاشتباك مع عناصر داعش. ولفت أيضا إلى وجود عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها عناصر داعش الإرهابي في المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتمال وجود مدنيين محاصرين يستخدمون كدروع بشرية. تتواصل العمليات العسكرية للقوات العراقية في مدينة الرمادي بهدف استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وبعد يوم واحد من دخول قوات النخبة إلى مركز المدينة من المحور الجنوبي وفرض سيطرتها على عدد من أحياء مركز محافظة الأنبار، تستعد قوات مكافحة الإرهاب لاقتحام منطقة الحوز التي تضم المجمع الحكومي بوسط المدينة والتي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في مايو الماضي. تأمل بغداد في أن نجح القوات المدعومة بطيران التحالف الدولي في السيطرة تماما على المدينة خلال 3 أيام، على الرغم من اضطرارها للتحرك بحذر شديد في الشوارع والطرق الخالية من المارة، والتي فخخها التنظيم قبل هروب عناصره إلى شبكة الأنفاق التي حفرها تحت المدينة. باشر الجهد الهندسي كتيبة هندسة فرقة 16 بإزالة العبوات الناسفة والجريكات الموجودة بالطرق، وإضافة إلى الدور، وتم تفكيكها بالكامل إن شاء الله. أثرت القوات الأمنية خلال عمليات تمشيط الأحياء المحررة على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، من بينها صواريخ مصنعة من اسطوانات الغاز. على الجانب الآخر، أفاد مصدر عسكري أن عناصر التنظيم يحاولون الهروب من الرمادي عبر الطوق الأمني الذي تفرضه القوات العراقية حول محيط المدينة إلى مناطق مجاورة مثل الصوفية والسجارية شرقي المدينة. نوياتنا عالية تصير، وعندنا إن شاء الله نتقدم لمنطقة الرمادي بالكامل، وإحنا هسه حاليا بمنطقة التأمين. إن شاء الله ما ظل شيء إلا القليل، وإن شاء الله نأخذ مركز الرمادي. من جهة أخرى، نجحت حوالي 50 أسرة عراقية في الفرار من حصار التنظيم الذي احتجزهم بهدف استغلالهم كدروع بشرية، وتوجهوا إلى الوحدات العسكرية في تل مشهدية شرق الرمادي. أغلب المدنيين الفارين كانوا من الأطفال والنساء والمسنين الذين رفعوا الأعلام البيضاء أثناء تقدمهم نحو قوات الأمن العراقية، والتي أعدت حافلات لنقلهم في مخيمات بعيدة عن الخطوط الأمامية للجبهة. مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد تحسين طه مراسل النيل. تحسين، يعني أي العوامل هو الذي كان فارقا فيما يتعلق بتقدم القوات العراقية وفي هذا التوقيت تحديدا؟ أهلا بك زميلي، وأهلا بمشاهدينا أينما كانوا. حقيقة العمليات كانت تتطور يعني في الساعات الأخيرة الماضية، هنالك تطور حدث في المعارك. الأول تمثل بتأكيد المعلومات عن هروب مجموعة من القادة الميدانيين لداعش، هروبهم باتجاه الفلوجة طبعا،
وهذه عن طريق استشارية وأيضا الصوفية، هذه المناطق التي تقع ما بين المدينتين. إضافة إلى وجود معلومة هي وجود انشقاق أو وجود استنفار أمني كان داخل تنظيم داعش انقلب على التنظيم، هم حاولوا تكثيف عدد الانتحاريين وتوزيع الأحزمة الناسفة، البعض رفض ذلك ما أدى إلى انقلاب داخل التنظيم. والمعلومات التي ذكرتها لنا مصادر وهي شهود عيان من داخل الرمادي أن هنالك عملية إعدام من قبل داعش لمجموعة من عناصره لأنهم خالفوا التعليمات والأوامر. في المقابل القوات الأمنية قصفت بعض المواقع. حسب معلوماتك تحسين، يعني إلى أين يهربون؟ يعني إلى أين تتراجع داعش الآن؟ الآن القوات العراقية في الرمادي، إلى أين يتراجعوا؟ داعش كلما تقدمت القوات الأمنية باتجاه المركز فإن داعش تتفقر إلى الخلف باتجاه الصوفية التي هي تقع باتجاه الفلوجة. الفلوجة لما تزال هي معقل تنظيم داعش الإرهابي منذ شهر الخامس السنة الماضية، ولحد الآن هو تحت، يعني هذه المدينة هي تحت تنظيم داعش. طيب حسب معلوماتك أيضا، يعني كم في المئة من مساحة مدينة الرمادي تم تحريره؟ نستطيع، لم أسمع السؤال. نعم، فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال نتيجة لخطأ فني. نعتذر لتحسين طه مراسلنا من بغداد، ونعتذر لمشاهدينا. قتل 20 مدنيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، في غارات لطائرات النظام السوري استهدف بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية. يأتي ذلك في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرى بريف عين العرب كوباني شمال سوريا. وعلى الجانب الآخر، أفاد المرصد السوري بتوسيع تنظيم داعش سيطرته على مناطق في مدينة دير الزور بعد مواجهات وهجمات انتحارية أدت إلى مقتل 26 شخصا من القوات الحكومية. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد دمشق للمشاركة في محادثات السلام السورية المقرر عقدها نهاية يناير المقبل برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وأعرب المعلم في ختام لقائه بنظيره الصيني وانغ يي عن أمله في أن ينجح الحوار في مساعدة سوريا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على ضرورة أن يكون حوار سوري دون أي تدخل أجنبي. في بارقة أمل نحو التوصل لحل سلمي للأزمة السورية، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد دمشق المشاركة في محادثات السلام مع المعارضة التي يفترض أن تجرى في نهاية يناير القادم برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني وانغ يي بمقر وزارة الخارجية الصينية، أكد وزير الخارجية السوري أن مشاركة سوريا مرتبطة بعدم تدخل أجنبي في المحادثات. سوريا ready to participate in the Syrian dialogue. سوريا مستعدة للمشاركة في مفاوضات جنيف بدون أي تدخل أجنبي، والوفد السوري سيكون جاهزا للمشاركة فور حصوله على قائمة بأسماء ممثلي قوى المعارضة التي ستشارك في المحادثات. لمعلم أعرب عن أمله أن تتم المحادثات بنجاح حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكوين لجنة دستورية لصياغة قانون جديد لإجراء انتخابات برلمانية خلال 18 شهرا. الوزيران عقدا لقاء مطولا حيث تبادلا الآراء حول الأزمة السورية وسبل حلها بالوسائل السياسية والسلمية، وأكدا تمسكهما بخارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في اجتماعه الأخير. ينبغي أن نتمسك بالتوصل إلى حل سلمي للقضية السورية. الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل ومصير سوريا، والأمم المتحدة تلعب دورا رئيسيا في المفاوضات. اتفقنا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ الثلاثة في جميع مراحل عملية السلام في سوريا.
كان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على خارطة طريق دولية لعملية سلام سورية في مظهر نادر للوحدة منذ بدء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من ربع مليون شخص. وتنص خارطة الطريق على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني يمتد لحوالي عامين يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد الفاصل: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في حوادث متفرقة بالقدس والضفة الغربية. والآن وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في هذه البانوراما الإخبارية مع زميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك أشرف. شكرا لهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. البنك المركزي المصري يعلن عن ضخ 100 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة خلال السنوات السبع المقبلة. أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة تتضمن ضخ 100 مليار جنيه خلال السنوات السبع المقبلة مع تفعيل دور البنوك في تمويل هذه المشروعات. وقال عامر أن البنك المركزي وفر خلال شهرين نحو 8 مليارات و300 مليون دولار للمستوردين بهدف الإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ بالإضافة إلى سداد مستحقات المستثمرين الأجانب في سوق المال. وأضاف أن البنك المركزي في طريقه لطرح منتجات جديدة بهدف جذب المصريين العاملين في الخارج والأجانب وذلك سعيا لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية. كما أشار إلى أن شركات الصرافة جزء من المنظومة المصرفية في مصر وسيتم وضع قواعد تهدف لرفع قيم تداولاتها وتنشيطها. يأتي هذا في حين تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا لبحث أسعار الفائدة برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي وذلك وسط ترقب لتحركات محافظ البنك لتنشيط النمو والسيطرة على استقرار أسعار السلع والخدمات. وكان البنك المركزي قد أجل الأسبوع الماضي اجتماعه لبحث أسعار الفائدة إلى اليوم الخميس بعد أن قرر في 29 من أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس في آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين الأفراد. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 426 مليار جنيه وسط تعاملات إجمالية بلغت نحو 644 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية IGX30 بنسبة بلغت نحو 64%. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة IGX70 بنسبة بلغت نحو 1.11%.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتزامها لزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية خلال العام المقبل 2016، وتهدف الخطة إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن مع زيادة موازية في عدد الأسواق الدولية من 25 إلى 50 دولة. وبدأت الوزارة في تنفيذ خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة خلال الموسم الجديد للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل وحل مشاكل تسويق المحاصيل بالأسواق المحلية. اتفق رؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية في ختام اجتماع الدورة 22 للجمعية العامة الاستثنائية للهيئة العربية للطيران المدني على ضرورة تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني لمواكبة التطورات في مجال الطيران المدني. كما اتفق رؤساء سلطات الطيران المدني العرب على إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني وعلى آلية عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن التعديلات المقترحة بهدف تطوير العمل العربي في مجال الطيران وتحسينه بما يحقق أهداف الدول العربية في هذا القطاع الذي يلعب دورا كبيرا في زيادة مصادر الدخل القومي للدول العربية. تراجع الجنيه السوداني في السوق الموازية خلال الأيام الماضية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، وقال متعاملون في سوق العملة اليوم إن الدولار قد ارتفع في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها في بداية الأسبوع. وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 مستحوذا على 3/4 إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع ثمن السلع الغذائية وغيرها من الواردات. قلص الدولار من خسائره في مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات أظهرت انخفاضا أكثر من التوقعات في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقترب من أدنى مستوى لها في 42 عاما، فيما يشير إلى تحسن في سوق العمل قد يجعلها مستعدة لاستقبال زيادة أخرى في أسعار الفائدة. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة الحكومية قد انخفضت بنحو 5000 إلى 267,000 في الأسبوع المنتهي في 19 من ديسمبر، وهو ما يقترب من مستويات لم تسجلها منذ أواخر عام 1973. في أسواق البترول العالمية ارتفع سعر النفط متجاوزا 38 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع مجددا، حيث لا يزال قرب أدنى مستوياته في 11 عاما والذي سجله هذا الأسبوع. وتلقى الخام الأمريكي دعما من تراجع المخزونات وتقلص أنشطة الحفر ورفع الحظر على معظم صادرات الخام الأمريكي، وهو ما تسبب في ارتفاعه بعلاوة سعرية فوق خام برنت للمرة الأولى منذ نحو عام. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 62 سنتا ليسجل نحو 37 دولارا و98 سنتا للبرميل. كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف ب46 سنتا ليصل إلى 37 دولارا و96 سنتا للبرميل. حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته على الاستعداد لحقيقة بقاء أسعار السلع الأساسية والخامات ومنها النفط عند مستويات متدنية لفترة طويلة. وطلب بوتين الحكومة باستراتيجية للتعامل مع تدني أسعار الصادرات الأساسية الروسية والقيود الخارجية المفروضة على بلاده. ويتميز الاقتصاد الروسي بالتنوع ما يمنحه القوة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وإلى جانب موارد الطاقة تقوم روسيا بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية التي تشكل نحو 20 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى صادرات الأسلحة التي تشكل نحو 13 مليار دولار سنويا. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى زملاء أشرف عبد العاطي وريهام الديب واستكمال البانوراما.
تفضل الهام. شكرا أمير. شكرا لك أمير. وبالعودة إلى نشرتنا وإلى تذكير بأهم العناوين، الرئيس السيسي يجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخارجية. إسماعيل يؤكد عزم الحكومة على التصدي للفساد مهما كان موقعه وينفي خفض الدعم. وفي اجتماعه بالطارق بالقاهرة، وزراء الخارجية العرب يدينون التوغل العسكري التركي في العراق. نتحول إلى آخر التطورات في الملف الفلسطيني، حيث استشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذ عمليات دهس وطعن في الأراضي المحتلة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على سيارة أحد الفلسطينيين بزعم محاولته القيام بعملية دهس لجنود الاحتلال على حاجز بين رام الله ومدن جنوب الضفة الغربية، وترك جنود الاحتلال الشاب ينزف حتى الموت. أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الفرقاء الليبيين. في سياق متصل، رحبت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور بالقرار، قائلة إنه يعطي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يعترف فقط بحكومة الوفاق الوطني التي سيتم تشكيلها وفقا لهذا الاتفاق، اتفاق السخيرات. بعد نحو أسبوع من توقيع الفرقاء الليبيين اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للاتفاق الذي تم في منتجع السخيرات بالمغرب. المجلس أيد بإجماع أعضائه 15 مشروع قرار أعدته بريطانيا يشيد بالتوقيع على الاتفاق، ويدعو الدول الأعضاء لمساعدة الحكومة في تحقيق الاستقرار بالبلاد. نرحب بالعملية الجارية الآن نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الأسابيع القادمة، ونطالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بمواصلة جهوده للدفع نحو تحقيق هذه الغاية. القرار يأتي وسط آمال في أن تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في البلاد والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي ووقف الهجرة إلى أوروبا. هذا الاتفاق الذي جاء بعد 14 شهرا من التفاوض العسير هو الأمل الوحيد لعودة سلطة الدولة ومنع اختفائها كدولة موحدة وذات سيادة، وهو الأمل الوحيد للخروج من الفوضى ووقف نزيف الدم. السفير الفرنسي بالأمم المتحدة نبه إلى محاولة البعض تخريب العملية السياسية وعرقلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. دعونا لا نخفي أي تكهنات سلبية، فالسلطة الجديدة ستوضع على المحك بشكل سريع جدا من جانب أولئك الذين يأملون في تقويض العملية السياسية. بالنسبة لأولئك المخربين، نود أن نقول لهم إن الوقت راهن، هو وقت مساندة هذا التطور الإيجابي، لكن إذا ما استمروا في عرقلة التقدم يلزم على مجلس الأمن سريعا أن يتخذ الإجراءات المناسبة. مجلس الأمن بدوره وصف في قراره حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر تشكيلها في غضون 30 يوما بأنها الحكومة الشرعية الوحيدة بعد مشوار طويل دام شهورا من المفاوضات الشاقة. تجددت المواجهات بين قوات المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين وقوات صالح في عدة جبهات بدعم جوي من قوات التحالف العربي. وقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي في مواجهات بين الطرفين بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع المتمردين في محافظتي الجوف وتعز، بالإضافة إلى مدينة المخا على البحر الأحمر. وفي تعز اندلعت اشتباكات عنيفة، حيث يفرض الحوثيون حصارا على المدينة ويمنعون وصول المساعدات الغذائية إليها. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل 25 شخصا في حريق مستشفى جازان العام وإصابة 120 آخرين. وقال وزير الصحة السعودي خالد
فالح، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بالدور الأول المستشفى بقسم العناية المركزة والنساء والولادة والحضانة. أنقذت قوات حرس السواحل الإيطالية أعلنت أنها تمكنت خلال 48 ساعة من إنقاذ أكثر من 800 مهاجر في مضيق صقلية بالبحر الأبيض المتوسط. تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى وصول نحو 1,000,000 مهاجر إلى أوروبا هذا العام، أغلبهم عبر البحر، فيما يعد أكبر تدفق للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية. قال رئيس روسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعتزم بناء 6 مفاعلات نووية جديدة على الأقل في الهند خلال 20 عاما المقبلة. أضاف بوتين بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الهندي الزائر، ذكر أن موسكو ونيودلهي تتعاونان وبنجاح في إنتاج الصواريخ، وتعتزمان إنتاج صاروخ جديد وطراز جديد من الطائرات العملاقة. الآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الرياضية في نشرتنا لهذه الساعة، ونتابع أهم أخبار الرياضة مع الزميل حسام الدين عاطف. تفضل حسام. الإسماعيلي الدولي في بيروت معرض يضم قطعا أثرية لبنانية يرجع تاريخها لنحو 2000 عام قبل الميلاد. يضم المعرض حوالي 37 قطعة تعكس تاريخ لبنان أمام السياح من مختلف أنحاء العالم. نتابع. 37 قطعة أثرية من التاريخ الثري اللبناني وجدت مأوى جديدا لها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. هذا المعرض عكس تاريخ لبنان أمام الأجانب والمواطنين اللبنانيين على حد سواء. افتتح المعرض كل من وزير الثقافة اللبناني ووزير الأشغال العامة. اللي عنده تاريخ عمره فوق 2000 سنة، 3000 و4000 و5000 سنة، اللي عنده مدينة جبال من أقدم المدن بالعالم واللي هي ظلت مدينة مأهولة على مر التاريخ، هذه كمان نادرة بالتاريخ، ما بيخبي تاريخه، بالعكس بيظهره. وين أحسن محل؟ المطار اللي بيمرق فيه كتير من الناس وخاصة الأجانب. تتضمن الآثار الموزعة على صالتي الوصول والسفر قطعا من الحجمين الكبير والصغير، تم اكتشافها في مواقع عدة في لبنان وتعود إلى عصور مختلفة، ووقع الاختيار على منحوتات لحيوانات منها أسدين عثر عليهما في مدينة بيروت ويعودان إلى العهد الروماني، بالإضافة إلى نقشين منحوتين لرؤوس ثيران وأكاليل زهور ونباتات من مدينة صور. ويرجع تاريخ بعض القطع المعروضة إلى عام 2000 قبل الميلاد، بينما يعود تاريخ بعضها الآخر للعهد العثماني. أول شيء نذكر اللبنانيين أنه هذا البلد بلد غني، غني ثقافيا وحضاريا وتاريخيا، ولندل الأجانب كمان على لبنان وهوية لبنان الصحيحة، لأنه في كتير أوقات بيجربوا يشوهوا لنا صورتنا بالخارج، يعملونا بلد الدمار وبلد الانفجارات وبلد العنف. نحن منا هيك، إذا كان في ظروف انفرضت علينا، ولكن بالحقيقة نحن بلد الثقافة، بلد الحياة، بلد التاريخ. وبالإضافة إلى استعادة تاريخ لبنان القديم، يشمل المعرض إيماءة للتاريخ الحديث تتمثل في 17 شاشة كبيرة ومتوسطة الحجم معلقة في أماكن متفرقة بالمطار تعرض بشكل متواصل، بالإضافة إلى صور 200 شخصية تمثل الثقافة والأدب والفن والإعلام في لبنان. افتتحت في دبي حديقة أطلق عليها دبي جاردن جلو، وتعد تجربة فريدة من نوعها لأول حديقة متوهجة في الإمارات. بلغت كلفة الحديقة التي افتتحت أبوابها للجمهور نحو 8 ملايين دولار، واستغرق بناؤها أكثر من شهرين. افتتحت في الآونة الأخيرة حديقة دبي جاردن جلو كأول حديقة متوهجة في الإمارات، وبها نماذج لحيوانات الغابات المفتوحة ونموذج طبق الأصل مصغر لبرج خليفة وآخر لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. بلغت تكلفة الحديقة التي فتحت أبوابها للجمهور يوم الاثنين نحو 8 ملايين دولار، ويستخدم فيها نحو 4 ملايين مصباح ليد، واستغرق بناؤها أكثر من شهرين. تعتبر حديقة مميزة، أول مرة حديقة تنفذ بهذه الطريقة في هذه المنطقة. حرصنا على أن تكون هناك تشكيلات مختلفة،
من الألوان اللي تكون مبدعة وجذابة، فاستخدمت المصابيح في تشكيلات الورود، في تشكيلات الأشجار، في تشكيلات الأرضيات، في تشكيلات مجموعة مختلفة من الحيوانات. حرصنا أن تكون هذه كلها بأشكال جذابة للأطفال ولزائري الحديقة. ومعظم المنشآت الفنية بالحديقة بنيت يدويا، وهي نماذج مصغرة لعجائب شهيرة، من بينها محمية ماساي مارا في كينيا وأزهار الزنبق الشهيرة في هولندا، إضافة إلى نموذج لجامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. وشيد تلك النماذج ما يقرب من 150 فنانا وحرفيا صينيا جاءوا إلى دبي خصيصا لبنائها. كل الماتيريال المستخدم في الإنشاءات والبناءات كلها من ريسايكل، مواد معادة للاستعمال مثل الفاكسين بوتل برج خليفة. واستخدمت في بناء نموذج برج خليفة ما يقرب من 360 ألف زجاجة من زجاجات الأمصال أعيد تدويرها، وملئت بمياه ملونة ونصبت على ارتفاع 16 مترا، كما استخدم أكثر من 90 ألف كأس وصحن معاد تدويرها في بناء نموذج جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، ونصبت بارتفاع 14 متر. وأقيمت بعض الأشجار الصناعية في الحديقة باستخدام زجاجات مياه معاد تدويرها. وتفتتح حديقة دبي جاردن جلو التي تقع على مساحة 16 هكتار من حديقة زعبيل للجمهور حتى نهاية شهر رمضان في صيف 2016. وختم هذه النشرة الإخبارية المفصلة تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية. إسماعيل يؤكد عزم الحكومة على التصدي للفساد مهما كان موقعه، وينفي خفض الدعم. في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، وزراء الخارجية العرب يدينون التوغل العسكري التركي بالعراق. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة. على رأس الساعة موجز جديد بأهم الأنباء. إلى اللقاء.